صلاتي إلى الله أنك تتبارك من خلال هذه الحلقة. حديثنا كتير مهم في هذه الحلقة، رح نتعرف على ناحية من نواحي الرب يسوع المسيح، له كل المجد. والسؤال طبعا اللي رح أطرحه، كيف تعامل المسيح مع المجتمع؟ ومن خلال هذا السؤال رح نشوف شو يسوع اتعامل وشو اللي عمله مع الناس، وفعلا هل من الجدير انه نتبع هذا الشخص الرائع البديع الفذ الفريد؟ من السهل ان نقول انه عن اي شخصية انه المثال، او انه اشرف خلق الله، او انه افضل مثال، لكن البرهان والإثبات والدليل، ما هو الدليل على هذا؟ فعندما نمتدح شخص أو صفات شخص، ينبغي أن نثبت صفات هذا الشخص بالدليل العملي من خلال سيرة حياته. وهذا ما يقدمه الكتاب المقدس، بيتكلم عن سيرة أنبياء كثيرون، والبعض منهم ما كانوش كاملين، ارتكبوا خطايا كبيرة أمام الله، لكنهم استغفروا ولكنهم تابوا ورجعوا إلى الله، فالله أيدهم بالمسحة بقوة حضوره واستخدمهم واستردهم، وفعلا كانوا بركة في المجتمع. لكن المسيح الكامل بدون خطية، طبعا من الجدير أن نتبع مثال هذا الشخص الرائع الفذ الفريد.